حكم موعد نية صيام التطوع. حكم موعد نية صيام التطوع: يجوز أن تعقد النية في صيام التطوع من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل إذا أصبح: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. أما حديث لا صيام لمن لم يبيت النية فحديث معلول، والصواب وقفه على حفصة بنت عمر رضي الله عنها هذا، وقد حمله فريق من العلماء في حال صحته على صيام الفريضة جمعا بين الأدلة.